بقي احتقان الشارع اليمني يوم الخميس على حاله، ذات المطالب وذات الشعارات مرفوعة في مختلف المحافظات، لا رجعة عن المطالب برحيل الرئيس علي عبد الله صالح دون اي ضمانات او حصانات له او لاركان نظامه. صحيح ان المبادرة الخليجية لا تزال مطروحة وتجد تأييدا من دول كثيرة، ولكن التساؤلات تزداد كل يوم حول إمكانية أن تحقق هذه المبادرة عند توقيعها وبدء تنفيذها الاستقرار المنشود في اليمن، خاصة في ظل رفض شباب ثورة التغيير السلمية الواضح للمبادرة في كل مظاهراتهم حتى وإن طال أمد ثورتهم. عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس صالح حذر من مغبة عدم التوقيع قريبا على المبادرة، قائلا في موقع بلومبرغ الأمريكي إن ذلك سيجعل اليمن تحت مخاطر الانهيار، ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى عدم السماح بانهيار اليمن على ذمة توقيع المبادرة، مشيرا إلى أن بلاده لا تحتمل مزيدا من المظاهرات في ظل مخاطر انهيار اقتصاد اليمن وأمنه. وكان رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اليمنية قد وضع تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض والموافق على المبادرة أمام خيارين، ودعا التكتل ولو بطريقة غير مباشرة إلى التخلي عن شباب ثورة التغيير من أجل مصلحة اليمن وبناء مستقبله على حد تعبيره. عليها أن تختار إن كان يعنيها أمر هذا البلد وأمنه واستقراره ومعيشة أبنائه بين أن تقف أمام موجة الاعتصامات والمظاهرات أو الوقوف خلفها والتخلي عن دورها المفترض بكل ما سيؤدي إليه موقفا ودورا سلبيا كهذا من مآلات سلبية وبالغة الخطورة. في هذه الأثناء يواجه اليمن إضافة إلى أزماته الأخرى أزمة وقود متزايدة بعد إغلاق مصفات النفط الرئيسية في مأرب قبل أكثر من أسبوع، حينما قطع رجال قبائل تصفهم الحكومة بأنهم مناصرون للاحتجاجات المناهضة للرئيس قطعوا خط أنابيب النفط في مأرب، وحاصر مسلحون منهم المحافظة مانعين مغادرة الشاحنات المحملة بالوقود إلى أي جهة، ليعاني السكان الآن في مختلف أرجاء اليمن نقصا حادا في إمدادات الكهرباء وغاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه، لتضيف الأزمة مزيدا من الضغوط على الرئيس صالح ونظامه وتجعله في موقف لا يحسد عليه.